وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا استشاري التحاليل الطبية الدكتور محمود صابر. دكتور، يعني كيف يمكن مواجهة ارتفاع درجات الحرارة خاصة في ظل الصيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين، وأقول للشعب المصري كله كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم أحرار. للأسف الشديد يعني أشعة الشمس احنا عارفين دايما كانت المناخ المصري مناخ معتدل، حار دافئ صيفا يعني، والشتاء يكون دافئ وممطر بسيط، ولكن للأسف يعني حصلت تغيرات في المناخ في مصر وفي المنطقة العربية، منطقة الشرق الأوسط، حصلت يعني تغيرات كثيرة في المناخ بسبب التلوث وبسبب أشياء كثيرة. احنا عارفين أشعة الشمس فيها ثلاث حاجات، في أشعة تحت الحمراء، وأشعة الضوء المرئي اللي احنا بنشوف بها الأشياء، والأشعة فوق البنفسجية. الأشعة فوق البنفسجية ديت فيها ما هي نافع وفيها ضار. وعارفين اصلا يعني التعرض للشمس بطريقه معتدله بيفيد الجسم، بيمده بفيتامين دي واحد ودي اثنين ودي ثلاثه، ولكن بعد ارتفاع درجه الحراره الشديد لابد من احتياطات، لابد كل واحد كل مواطن مصري ياخد باله من هذه الاحتياطات. اولا الخروج في الساعات الامنه اللي هي قبل العاشره صباحا او بعد الرابعه عصرا، المفروض لو هو مضطر يخرج في وقت الظهيرة أو في وقت يلبس نظارة لحماية العين من الأشعة الضارة. برضو مهم جدا جدا شرب المياه والسوائل كثيرا كثيرا كثيرا. للأسف احنا في الصيام فلابد حتى ياخد احتياطاته بتاعته، هو يشرب قبل في السحور يشرب مياه كتير. أيضا في الفطار يفطر على سوائل وعصائر، يعني لو اضطروا ايضا في بعض الاشغال تكون في الشمس يلبس قبعه على الراس، بعض الكريمات الواقيه من الشمس، دايما نمشي ونجلس في الظل ولا نتعرض للشمس مباشره يعني. نعم دكتور، ما هي الاعراض التي يجب ان يحذر منها المواطنون بشكل خاص خلال اليوم في ظل ارتفاع درجات الحراره؟ انا بقول لحضرتك هتبقى في اعراض للجفاف، وفي بعض الكائنات الحيه يحصل لها حالات نفوق، وايضا الانسان لو تعرض فتره طويله ممكن يحصل حالات اغماء، لابد ان يكون يعني معه زجاجه من المياه حتى لو هو يضعها على جسمه، لو هو صايم مش عارف يشرب يضعها على جسمه، عدم التعرض اصلا يعني. دكتور، هل ينصح بتناول يعني مشروبات او ماكولات معينه في السحور أو في الإفطار لمواجهة هذا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في مصر؟ لابد أن يكسر من السوائل، سواء العصائر سواء المية العادية يكسر من شربها، بس تكون مية يعني ليست مية ملوثة، ويجتهد أن هو لا يتعرض لأشعة الشمس فترة طويلة يعني. الدكتور محمود صابر استشاري التحاليل الطبية، شكرا جزيلا لك.